تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أذكر نفسي وأذكركم بوقف الصدقة الجارية في البلد الحرام. بادروا بادروا قبل أن تغادروا، السهم ب150 ريال للفرد، وعنك وعن والديك 450 ريال، وعن أسرتك كاملة 700 ريال. الهمة، الدولة ما قصرت، سوت الأوقاف، تقدر تسددها الدولة، تقدر تسددها ولا تسوي ذا الوقف، لكن تبي الأجر لنا جميع. تغانم والأجر، تغانم والأجر، ولا تخلون موتاكم ولا تخلون مرضاكم، انوهم بالصدقة. استكمال الكلام أخوي سفير الوقف خرف القحطاني، حنا الأمانة نصرف فلوسنا بأي شيء، بكاب بشماغ بقهوة نروح له تنصرف فلوس، فما بالكم لو انصرفت على عائد يعود لك لين يوم القيامة ما يوقف. وشيء استثمار هو الوقف الصدقة الجارية، السهم 150 عنك وفي أسهم عن عائلتك وفي عين شقة كاملة. صدقوني يا شباب فلوس رايحة، بأي حاجة تبي تروح فلوس، تبي تشتري لك نظارة، تبي تشتري لك ثوب، خل جمع فلوس الثوب مثلا، تبي تقضى اليوم بحاجة حاجتين طلع منه حول 10%، تبي تشتري ب50 طلع منه 5% 10%، رايح للقهوة طلع من فلوس القهوة اللي تبي تشتري، فلوس الحلا حق اللي تبي تشتريه مثلا، أي شيء تبي تشتريه. صدق بنهاية الأسبوع تبي تطلع لك مبلغ 500 600 ريال، تبرع بالوقف، وهذا شيء استثماري لك أنت ولحياتك، ويطرح بك البركة بمالك وعيالك وحياتك بكل شيء، وفوق هذا كله بعد يوم القيامة ينفعك، ووقف ما يوقف إلا يوم القيامة، شيء استثماري. والله يوفقكم وانصح نفسي وإياكم بالوقف في أمان الله، والله يجزاكم خير، معلش التكليج يا شباب.